عايز انا تسمح لي لو هتكلم عن الصفقات بس اخد المداخله دي. كابتن الكبير كابتن هشام يكن نجم مصر ونجم نادي الزمالك السابق معانا على الهاتف. تحياتي ليك يا كابتن. اهلا اهلا، ازيك كابتن؟ اخبار حضرتك ايه؟ كابتن رضا ازيك عبد يا العال محمد؟ وكابتن ازيك ابو يا الدهب كابتن بيسلموا عليك. وخالد ملك وكباتن مصر؟ كنت قاعد حبيبنا حبيبي يا كابتن كابتن هشام، رضا وكابتن مصطفى ابو الذهب. حبيبي محمود حبيبي يا كابتن، كابتن ابو محمود اللي معانا النهارده، كابتن محمود اللي معانا. مصطفى محمود اي حبيبي يا حد. كابتن واحد يا كابتن طبعا كله ده فرص. طبعا كابتن هشام، خليني اخد رايك في مباراه النهارده النادي الزمالك والتاهل لدور ال 32 يا كابتن. المباراه اخد رايك في المباراه. بص انا هقول لك على حاجه، انا اتفرجت على المباراه. طبعا المباراه يعني من الشكل العام ضعيفه، يعني ما فيهاش روح. يعني المباراه يمكن عشان انت كسبان الفرقه او كابتن المباراه، يعني بدايتك بمجموعه لعيبه يعني مجرب وتديهم فرصه، لسه برضه تحت الفرصه اللعيبه الصغيره مره واحده بيخلي المباراه ما لهاش طعم لسه، لان الولاد يعني يمكن على فترات لعبوا على فترات، وقليل منهم اللي هو بيشارك كان بشكل مثلا مع الفريق مع فريق الزمالك، ما كانش بيشارك بشكل منتظم. فعندك طبعا النهارده لعيبه كتير جدا موجوده في الملعب، حاولوا يؤدوا بشكل طيب من ناحيه امكانياتهم، لكن الاداء الفعلي للمباراه ما كانش قوي. يعني حتى لما تيجي ده ده عشان الفريق اللي قدامك كابتن، ولا عشان انت يعني الامور بالنسبه لا لك التغييرات كسبان الكتيره الكتيره ومستريح؟ التغييرات الكتيره بتاثر على مسار الفرق الماتش. يعني ما بيدوش الماتش حلاوه، ما بيدوش الماتش بتاع كله لسه نازل خايف اول مره عايز يظهر بشكل كبير. النهارده ده بياخد فرصه، ده بياخد فرصه، ده بياخد فرصه، فاللعيبه مش قادره يعني مره واحده انك انت تتجهز دفع دي مره واحده صعبه. يعني انا في رايي دايما يبقى في سبع ثمان لعيبه كويسين ويخش لاعب او اثنين او ثلاثه كتير قوي مع الفريق، لكن انما اعمل تغييرات بشكل الفرقه بالكامل مش هتاخد النتيجه، غير ان هي ان الفريق ضعيف. انت بتعرف ضعيفه بمجموعه لعيبه معهاش خبرات معهاش امكانيات لسه عايزه تنجل تثبت وجودها قصدي عشان يثبت وجودها، لازم يكون لاعب او لعيبه كتيره جوه الملعب، لكن بتلاقي سحبت الجيش وسحبت شيكابالا. فطبعا يعني النهارده خليت الملعب كله لعيب مجموعه لعيبه صغيره، الشيء طبيعي ان هم هيلعبوا على قد امكانياتهم على قد ادائهم. فالمباراه يعني انا شايف ان هي ما كانتش لكن هي مكسبها انك انت اديت الولاد فرصه ان هم يكسبوا فريق افريقي بدايه يعني ممكن تكون محصوله، لكن مش ده الاداء بتاع نادي الزمالك. مش هو ده. هل الجماهير سعيده كابتن فكره التاهل؟ وزي ما قال كابتن رضا كده، هل ممكن نكون كمان في يعني الاداء ده ممكن يخوف الجماهير؟ اكيد سعيده بالتاهل، لكن هل الجماهير سعيده بالشكل الفني؟ بص يا كابتن، اللعيبه اللي انت جبتها لحد دلوقتي ما ظهر يعني ما لعبتش. نمره اثنين برضو عايز اقول ان التاثير الكبير لازم يجي من لعيب كبير هيجي ياثر بشكل الفرقه فيعدل في اداء الفريق. يعني انا النهارده لما اجي بشتري لعيبه وبجيب لعيبه واجي اقول صفقات صفقات صفقات، كلمه صفقات دي بتتقال لما اكون بتعامل مع لعيب هجيبه هيبقى بريمو في الفرقه، لكن واحد في الفرقه هيجي يغير لي من شكل الفريق. لكن لما اجي النهارده اقول ايه، انا بعمل تغيير في الفرقه في بعض العناصر، لكن هتيجي تقول ايه، انت بتسد خانه في الباك رايت او بتسد خانه في الباك ليفت او بتسد خانه في الهاف ديفندر، انت بتسد خانات لكن ما بتعملش فوارق في الاداء. يعني انت النهارده لما بتيجي تلعب مثلا رونالدو بتجيبه مثلا يلعب في الارض عنده فرق مستوى ليه وبين اللعيبه بتاعت الموجودين في الملعب واللي قاعدين بره، فبيعمل فارق. فده تيجي تقول ايه الصفقه، لكن لما اجي النهارده اروح اجيب لعيبه بتلعب نفس المستوى ادائها قريب من بعضيهم، ما ينفعش النهارده اقول دي صفقه. يعني انت فاهم، انا جبت لعيب لكن ما اقدرش اقول عليه صفقه مربحه، صفقه كبيره، صفقه مهمه. الصفقه المهمه هو من يقدر ويعمل من اداء الفريق ويغير الشكل العام للفريق بشكل كبير، يكون نجم على مستوى عنده اداء وحركات على اعلى مستوى هتدب بطريقه. لكن اجي النهارده اقول انا جبت صفقه من افريقيا لعيب ما لعبش ماتشين على بعضه، واجي اقول تعالوا جبت لكم لعيب صغير اهو صفقه كان في 14 يعني انت فاهم، انت لسه مش عارف ده كان يبقى وحش ولا حلو. انت عندك ايمانويل كوبانيكا لو تفتكر يا رضا، طبعا
لما جه لعب معانا اول الموسم فاكر؟ مين؟ لما جبنا نادي الزمالك كان اول المباريات بتاعته ما كانش قوي، لكن لعب الماتش بتاع بلدية التحدي في اخر مباراه ده اللي فرق معاه وكمل الموسم اللي بعديه قدر يظهر بشكل كبير جدا وانتقل الى برشلونه. يعني انت عايز انا اقوله انك انت محتاج انك انت طبعا تجيب لعيبه على درجه عشان تقول صفقه عشان تقدر توقف. صحيح يا كابتن، بتفق معاك في النقطه دي كابتن هشام. كابتن هشام انا بشكر حضرتك طبعا، يعني كابتن هشام كان نجمنا الكبير، نجم نادي الزمالك السابق، بشكره شكرا جزيلا.